هنروح مع بعض وهينضم لنا دلوقتي من خلال زوم الأستاذ أحمد صلاح المتحدث التحفيزي والأستاذة مي صالح أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري. أهلا بكم معانا. أهلا بحضرتك. يعني أهلا وسهلا. خلينا دايما نقول إيه ladies first ناخد رأي الستات الأول. قولي لي بقى أكيد. رأيك إيه؟ يعني أنت أكيد سمعاني من بداية الحلقة، يعني هل فعلا سمعتي الست وقلت المفيد كله صح؟ يعني الخلاصة الخلاصة يعني أنا ست بس هتلاقيني بقول الصراحة يعني لا وأنا كمان مذيعة صريحة جدا، فخلينا ندخل على طول أيوه بصراحة، هي ليه الستات إحنا مع بعض بنبقى حشرين قوي وأعرف التفاصيل وأسخنها أكتر يعني غير الرجالة؟ صحيح جدا، زي ما حضرتك قلتي إن إحنا فعلا متعودين كستات إن إحنا بنحكي أدق التفاصيل في حياتنا، وده اللي انا شايفاه انه مش صح. يعني انا شايفه ان احنا حتى لو عندنا مشكله جوه بيتنا احنا لازم نتعود ان مهما كنا عندنا صديقه عزيزه علينا او حد مقرب لينا او واحده بتسمعنا، اللي بيحصل جوه بيتنا مش المفروض يطلع، وده اللي المفروض نكون احنا اتربينا عليه من الطفوله ومن الصغر، اللي اهالينا بيقولوا لنا البيليفز بتاعتنا والمعتقدات بتاعتنا من الطفوله ان ما تطلعيش اسرار بيتك بره. بس للاسف ده ما بيحصلش، احنا كمان بنلاقي ان احنا مش بس بنطلع اسرار بيتنا لاصحابنا، لا ده احنا كمان على السوشيال ميديا بنروح على جروبات ونستشير ناس في مشاكل وحلوا لي مشاكلي وساعدوني مشاكلي، وانا واللي تقول لها اتطلقي واللي تقول لها لا سيبي جوزك فبنتكلم في ادق التفاصيل، وده بالعكس بقى كمان ده قاعد بيزيد يوم عن التاني مع وجود السوشيال ميديا في حياتنا. ففعلا الرجاله ما بتتكلمش كتير، ما بتحكيش كتير، هو لو عنده مشكله بمنتهى البساطه هيكلم صاحبه يقول له ده يا عم مخنوق شويه وبتاع، تعالى ننزل مع بعض، تعالى ننزل نتكلم، بس حتى مش هتلاقيه بيقعد يحكي ويرغي، لكن الست ادق التفاصيل في حياتها بتحكيها، وهو ده اللي مهم قوي ان احنا نحاول نبطله لانه مش صح. قبل يعني قبل ما اروح يعني انا هقول لك سؤال بس هنروح لاحمد، يعني هل ده عشان من واحنا صغيرين، بما ان احنا بنتكلم بصراحه، يعني هل مثلا البنات وهم صغيرين بيلاقوا الام مثلا دايما بتتكلم مع مامتها بتشتكي لها دايما من جوزها ده عمل وده سوى وده سوى ومع صاحبتها، فاحنا ابتدينا نطلع نحس ان احنا بنحب نحكي طول الوقت؟ خلينا نقف على السؤال ده ونروح لاحمد. مساء الخير يا احمد. قول لي بقى انتوا كرجاله اشمعنى بيبقى فيه كده غموض ورقي كده اللي هو انت بتحكيش كل التفاصيل، وهل انت بتاخد راي صاحبك في حياتك؟ يعني هل اكمل هل اسيبها هل اعمل ولا ايه؟ هو بص انا هقول لك اول حاجه، هو الموضوع جميل جدا وممتع وانا مستمتع بيه، يعني اول مره اطلع في لقاء اتكلم فيه بالشكل ده. انا شايف حابب اوضح مفهوم الصداقه عند الراجل، يعني الست عاطفيه جدا وبتهتم بالتفاصيل فبيقعدوا يتكلموا ويسترسلوا، الراجل بالعكس، الراجل بيبقى عايز الصداقه عشان يهرب من مشاكله، هو مش عايز يتكلم في مشاكله، فبيبقى الصديق بالنسبه له انا بتسلى معاه، ممكن يتكلم معاه في مشاكل شغل، لكن المشاكل الحقيقيه هو ما بيتكلمش فيها، هو بيبقى مش عايز يتكلم فيها. بس احيانا امتى مثلا ممكن انت يتكلم بتبقى او قاعد، ياخد رأي؟ انت بتبقى قاعد مع صاحبك مثلا ومراتك ترن عليك كتير، بتبقوا متخانقين مثلا، هي عايزه حاجه عماله ترن وعارفه ان انت قاعد مع اصحابك بتنكد عليك شويه، يعني خمسه نكد كده العادي بتاعنا يعني الطبيعي. طب تمام. ممكن وصاحبك وقاعد جنبك يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت مراتك بترن عليك 20 مره؟ لا لا يا عم، ده انا مراتي ما تجرؤش هي مره واحده، ولما انا كنسل عليها تبقى عارفه ان انا قاعد مع ناس ما ترنش عليا تاني. هل في اللحظه دي مش انت بتحس اللي هو ايه ده ازاي كده، فتروح قالب عليها وتروح لا انا ما تكلمينيش كده تانية؟ هل بتتأثر بكلام صديق ليك؟ هو غالبا ده ما بيحصلش، لان بيبقى كل واحد مراته بتكلمه، يعني بيبقى كل واحد بيحصل معاه نفس الاكشن، ما بيحصلش الهمز واللمز بالطريقه دي. بيبقى الموضوع اهدى شويه، يعني دي بتبقى اللي هي المشاكل الطبيعيه، حتى الكوميكس بقت موجوده ان الستات على طول بتزن، لكن لو هنتكلم على المشاكل الجوهريه ما بتبانش على طول غير لما الاقي صاحبي متضايق جامد، انا باين ان في مشكله، شايفه شارد، لو معايا في الشغل بلاقيه فاصل مش مركز معايا، وقتها غالبا بساله. وبتفرق الشخصيات، يعني في رجاله بتحب انها تحكي بس ما بيحكيش لاي حد، بيحكي لحد بعينه، لكن المشاكل نفسها احنا بنبقى رايحين مش عايزين نتكلم في المشاكل، طب انت لكن لما بتسأله السؤال بنجبر ان ازاي يا احمد؟ يعني السؤال بيبقى ازاي؟ يعني لو انا هتكلم عن نفسي، انا شغلتي اصلا لايف كوتش، فغالبا هم بيبقوا عايزين يحكوا لي، يعني بيبقى هو اللي عايز يحكي، لكن لو انا في الطبيعي مع اصحابي اللي ايام المدرسه هو بيبان علي، فبجي له بقول له في حاجه مضايقاك، البيت كويس، الشغل فيه مشاكل، وعلى حسب الارتياح،
يعني في بعض الاصحاب اللي بيبقوا موجودين انت بترتاحي تتكلمي معاهم، هتلاقي ده برضو عندك انت، مش اي حد من صحباتك تقدري تتكلمي معاه. ويمكن لو لقيت ان الصديق حشر زياده، او انا كراجل لقيت صديقي حشر زياده، ممكن ده يخليني ما احكيلوش. طيب لكن لا الموضوع يعني ما احنا لو تفضل. سألنا السؤال للناس اللي بتتفرج علينا، يعني دلوقتي احنا بنديهم نصيحة، انت كراجل لما تلاقي صاحبك متضايق انت عايز تطبطب عليه، عايز تسنده، بس المفروض تتقال ازاي وامتى ما اسألش وامتى اسأل واقول ايه؟ يعني سؤال علمي يعني من لايف كوتش. لو حسيت ان هو متضايق قوي 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 هساله بشكل مباشر، في حاجه مضايقك؟ بس هحاول ما الفتش نظر الناس اللي موجوده، بقيه الصحاب تمام. على جنب كده، انت في حاجه مضايقاك؟ هيقول لي لا مثلا، او ممكن يقول لي بعدين احكي لك، احس اوكي. ان هو مش عايز يتكلم دلوقتي. لكن احنا كرجاله بنحب الموضوع دايركت، حتى لو انا قلت له انت كويس وقال لي اه انا تمام ومش عارف ايه، ممكن هو يكلمني بالليل او يكلمني تاني يوم، مش تمام لازم الموضوع يبقى مباشر او ان هو يفتحه دلوقتي. تمام بس انا بسأل ازاي؟ بسأل بشكل مباشر، لان بشكل غالبا مباشر. احنا كرجاله مش هنيجي نحكي بنفسنا، يعني تمام. نادرا جدا لما اجي لحد واقول له انا عايز احكي لك انا متضايق. طيب نروح لمي. طبعا يا مي احنا الستات ما نتوصاش بالبوستات بقى، اي ست بتتخانق مع جوزها بيبان على طول، الاقي مثلا الو انت مالك يا ماما النهارده البوست منزلاه كده، ايه اللي حصل؟ الدنيا ولعه شكلها. انا بقول لك الناس كلها تعرف. فاللي هو احنا اوريدي قايلين كل حاجه وعاملين كل حاجه بالسوشيال ميديا، لكن ليه دايما الستات مع بعض بتولع الدنيا اكتر؟ يعني اللي هو ايه ده، هو نكد عليكي تاني؟ هو ايه، وخانك ولا ايه؟ انت انا ملاحظه ان انت ما اعرفش كاتبه ايه؟ يعني نعمل ايه في الحته دي؟ يعني انا مثلا انا من الناس اللي دايما اللي في قلبي على لساني، ودي عامله لي مشكله كبيره في حياتي. ساعات اقعد احكي حاجه وارجع اندم عليها، ارجع اندم حقيقي بجد، انا صريحه اقول هو انا ايه اللي خلاني احكي الموقف الفلاني؟ فايه يعني ازاي نبقى عندنا ثبات انفعالي في الحكاوي؟ امتى احكي وامتى ما احكيش؟ وما احكيش ازاي وانا مرتاحه؟ طيب في حاجة مهمة جدا، إن إحنا بقى كل ما بنكبر وكل ما خبرتنا بتزيد كل ما إحنا بنقدر نستنكر الناس اللي نحكي لهم أساسا، يعني أنت فاهمة قصدي؟ يعني أنا مبدئيا من النوع اللي برضو لو حكيت لحد ولقيتها ادتني طاقة سلبية أو إيه ده إيه ده هو عمل فيكي كده تاني؟ هل أنا هكون مرتاحة؟ لا بالعكس، أنا محتاجة في الوقت ده إن واحدة تسمعني تقدر مشاعري وما تحكمش عليا، وفي نفس الوقت ما تدينيش الطاقه السلبيه بان هي تنقد التصرف اللي جوزي عمله، لان صح احنا باللي احنا بنقوله لبعضينا احنا فعلا ممكن نخرب بيت. صح فدي نقطه مهمه جدا، انا بالنسبه لي محتاجه ان انا اتعلم اقول ايه وما اقولش ايه، واقول ايه لمين. ما احنا عندنا ده، يعني عندنا كذا دايره، احنا عندنا دايره الاصحاب المقربين، صح وعندنا دايره الاصحاب البعاد شويه، صح وعندنا دايره الزمايل، وعندنا والأهل يعني والأهل دايرة بالظبط، الأهل وطبعا عندنا دايره الاهل بالظبط، انت فاهمه قصدي؟ فانا لازم اختار هحكي ايه ولمين. ولو انا من النوع اللي بتكلم كتير او بحكي كتير، انا محتاجه بقى ان الموقف ده يعلمني، وبدل ما اجلد في ذاتي لا بالعكس انا احس بنفسي، يعني بدل ما انا بعد كل ده هو انا حكيت ده ليه؟ هو انا ما فيش فايده فيا؟ ده انا قلت لها وقعدت تقول لي كذا كذا، انا كل مره مثلا احكي لانسان الصح او كل مره احكي حاجات مش المفروض تتحكي. فانا محتاجه اقعد مع نفسي ازود درجه وعي، لان بزياده درجه الوعي في التعامل مع نفسنا وفي التعامل مع الناس وفي التعامل مع مشاعرنا ومع اصحابنا ومع اهالينا، ده بيساعدنا ان احنا بعد كده نقدر ننظم مشاعرنا، نعرف بنقول ايه وما نقولش ايه وبنقول ايه لامتى. بس احنا محتاجين نكون بنقعد مع بعض كتير قوي، مع نفسنا يعني قصدي كتير قوي. ولما اقعد مع نفسي بعد ما الاقي نفسي حكيت حاجه انا ما كنتش حابه ان انا احكيها، هقعد مع نفسي واشوف انا حكيت ايه وقلت ايه وردود فعل اللي قدامي كانت ايه وكانت مرضيه بالنسبه لي ولا لا، وهل دي الانسانه الصح اللي انا احكي لها ولا ما احكي لهاش، المشكلة إن إحنا بنقعد مع واتكلم مع نفسنا، نفسي في محتاجه اعمل ايه المره الجايه. بنقعد مع نفسنا كتير، وتقرري من جواكي إن أنا الإنسانة دي صاحبتي وكل حاجة، بس مش هحكي لها تاني عشان هي بتسخني بزيادة، بتخليني لا وبتحكم كمان، بتدي أحكام أنا المفروض أعملها. فأنت عارفة إزاي دي اللي هو نقطه إيه؟ مهمه جدا. عارفة ما صاحبتك تقول لك خلاص ما ترديش عليه بقى خالص، وعلميه بقى الأدب إزاي يعمل لي، إزاي يقول لك الكلام ده؟ فأنت مضطرة تعملي ده عشان شكلك تاني لما اتكلمت تقول لك عملتي إيه؟ فلازم تردي عليها الرد اللي هو لا ده انا عملت، فانت ما تكونيش عملتي، ما انا جوزي بحبه يعني، انا عادي مشكله عاديه وهتعدي. فبتلاقي نفسك واقفه في النص كده مزنوقه ما بين ان انا ما عملتش الحكم اللي صاحبتي قالت عليه، وفي نفس الوقت هتقول عليا ما عنديش كرامه. لكن هرجع لك تاني يا مي، هنختم بس نروح لاحمد. احمد تقول ايه للرجاله؟ عشان برضو احيانا في بعض الصحاب الرجاله بيتفنن اللي هو يحسسك فجأة ان الجواز ده وحش والصورة السوداوية، يا عم انت كنت مرتاح، انت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ وهما في بيته قمر،
يعني بيشيل الحاجات وطالع وجايب الفاكهه وبيدلع مراته وعامل كل حاجه. في ناس كده تخصصها يحسسك ان الحياه سوده، فمفروض الرجاله تعمل ايه لما تسمع الجمله دي اللي هو انت كنت مرتاح، هو ده الجواز والحاجات اللي احنا بنسمعها دي. الشخصيات دي لما بيبدأ هو يتكلم ويأفور في حتة ان انا لا سيبك من الجواز وسيبك من الارتباط وسيبك من كذا، هو بيبدأ يبقى مفضوح شوية، او ان هو مش صديق قوي، يعني هو قاعد بيتكلم بيضلل زي ما بيقولوا، ودي عادة بتتقلب طريقة، ما بيبقاش الموضوع كده. بس انا عايز اتكلم على جزئية مهمة جدا قالتها استاذة مي، مسألة ان هو يسخن، او هل في الرجاله حد بيسخن او لا. الشخص اللي بيسخن ما بين الرجاله بنعرف ان هو مش صديق، ما ينفعش يبقى صديق. يعني هو لو بيسخنك على الشغل يبقى هو مش عايز مصلحتك، لو تمام. بيسخنك على البيت مش لازم يهدد، بس على الاقل على الاقل ما يشاركش ان هو يسخن. فعشان كده انا حابب من منطلق البرنامج هنا ان انا انبه الرجاله، خد بالك دايما اللي هيبدا يسخنك واللي هيبدا ياخدك لجزئيه يخليك تتحامل سواء على البيت او على ايوه الشغل او على اي حاجه في حياتك، ده مش صاحب، ده صح، مش صديق، ده هتلاقي وراها غيره، ايوه هتلاقي وراها حسد منه. صح، فخد بالك وتكير من الموضوع ده جدا، لان هيدمر لك حياتك وهو هيبقى قاعد لوحده كده ومبسوط. صح فدي نقطة مهمة جدا جدا لازم نلفت الانتباه ليها. صح جدا جدا. وانا كلامك عجبني جدا، لان حقيقي فعلا بنشوف انفصال كتير بسبب كلمة من صاحب. ودايما كمان الرجاله بتبقى بتاخد على كرامتها اكتر، وبيخاف على شكله من قدام صاحبه اللي هو ازاي قال لي اخر مره. فيعني انا جدا معاك، الصاحب اللي يسخني على شغلي لو انا ناجح في شغلي يفضل يقرفني يقول لي يا عم انت تصحى بدري، يا عم ما حدش بيقدرك. اللي بيسخني على شغلي او بيسخني على بيتي او يسخني على اهلي ده مش صاحب. مي تقولي ايه برضو في النهايه للست اللي بتسمع من صاحبتها حتى لو كانت عشره عمر، بس طول الوقت تحفزها لان هي تبقى عندها انهيار عصبي، ان هي لازم يبقى عندها شخصيه، لازم 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 لازم، فتبقى الست طول الوقت هايبر على برضو ممكن شغلها وبيتها واولادها نفس الحكايه. تمام، هقول لها ان دي لا تصلح ان هي تكون صديقه عزيزه عليكي او غاليه ليكي، لان مش هو ده مفهوم الصداقه. مفهوم الصداقه ان انا اسمعك واقدر مشاعرك ومن غير ما احكم على الموقف، ومن غير ما اكون سبب فعلا في خراب، يا اما فعلا في شغل، يا اما في زواج، يا اما في علاقه. فمش ده مفهوم الصداقه الحقيقي. بس خليني اقول حاجه سريعه جدا كنت حابه اقولها، ان انا بشوف كتيره جدا 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 في السيشنز بيجوا للاسف الشديد بيبقى الزوج او خطيبها بيحسها في كثير من الاحيان على ان احنا بقى مع بعض دلوقتي، ابعدي عن اصحابك، احنا بقى مع بعض دلوقتي طبعا بيتك اولويه لكن ما تشوفيش اصحابك. وبنلاقيهم جايين احيانا بعد الانفصال بتقولي انا بعدت عن اصحاب كتير قوي ليا عشان عشان هو بعدني عنهم، صح، وبحاول ارجع لهم تاني بس انا اوريدي بعدت. صح، فدي نقطه بصراحه كنت حابه ان انا يعني اسيرها، لان يعني في النهايه احنا محتاجين نخش في علاقات مع شريك او شريكه حياه سويه، وفي نفس الوقت يبقى عندنا اصحاب يسندونا، وفي نفس الوقت اشتغل على ان انا اعمل حدود مع اصحابي. ده مهم جدا، مش كل حاجه يا جماعه تتحكي، مش كل حاجه تتقال. انا احترم كمان صاحبتي عايزه تحكي ايه وما تحكيش ايه، او امتى الوقت المناسب انها تحكي ده، واحترم واقدر ان زي ما انا عايزه اعمل حدود مع غيري، غيري كمان يلحق ان هو يعمل معايا حدود. تمام. بشكر جدا احمد ومي، نورتوني في يحكى انا، وان شاء الله تكونوا معانا في الاستوديو الحلقه اللي جايه. بشكركم جدا، ميرسي جدا لكلامكم الجميل.